العيد الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية. هذه فكرة التي رسمها السيد الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهو مشكور كثيرا لتبجيله وإعطائه قيمة كبيرة للمنظمة الكشفية، وهذا فضل كبير لأنه احنا دائما نفتخر بالمنظمة الكشفية لأنها هي من أنجبت الأبطال، أنجبت الشهداء الذين فجروا الثورة التحريرية، وأيضا هي اليوم تعمل ليل نهار من أجل تكوين الرجال، من أجل جزائر جديدة مزدهرة.